شو بدنا نعمل هون؟ ما قدرت خاطر بالاتصال، الموضوع صعب. شو عم بيصير هون سرخنتو؟ العقاب الأسود عندهم قوات برات البلد، مرتزقة بيهتموا لهم بتأمين المصاري. قبلناهم من قبل. لقيت شو معنى المعلومات يلي ساعتنا بتجميعها؟ هيدول المرتزقة عم بيخططوا حتى يهاجموا سوليس. ميردا. ايه، بقصد اني بعرف كيف فيي وقفهم. عم يعملوا مركز محصن على الشط بالغرب. أعطيني الأحداثيات. لا 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 لا، عمل، تركني اهتم بهيدا الشي ريكو. سبق وحكينا بهالموضوع. احكينا. بعرف اني كتير قوي على الخطوط الخلفية، بس انا بدي كون هون. انا بقدر اعملها، خططت لها كتير منيح. فينا نعمل اكتر من انه نفجر مركز الشط المحصن. اذا قدرت اوصل لمحطة الاتصالات على الشط، بقدر وصل رسالة للعقاب الاسود يلي برات البلد ووقف الغزو. تعتقد انك رح تنجح فيها؟ بس بدي منك تحميني. اوكي، خلينا نعملها. بشكرك ريكو، خلينا نمشي. ما رح سود لك وجهك. بعرف هالشي سرخنتو. هاي، بشكرك مرة تاني للشي اللي عم تعمله ريكو. خلينا نمشي سرخنتو. قوة الغزو عم تنزل بجنوب بويرتو دياغو، وعم بيأمنوا طرقات يلي بتودي على الشط. لازم نهاجم كشافينهم ونوقفهم قبل ما يحزروا القوة الرئيسية. اعتقدت هيك أنا كمان. بتقول المعلومات إنه عددهم كتير كبير. سوق بسرعة تندمر معدات الاتصالات. استعد. نحن جاهزين.